اتفضلوا اتفضلوا على الصف. اتفضلوا يا جماعه. طبعا بقى البيت بيتك ومش محتاجه عزوم. ما انا من العائله. طبعا اهلا وسهلا. لا عن جد انا من بيت شاهين. ايه ده روبي شاهين؟ البابا من بيت شاهين بس هلا مات من 15 سنة. الله يرحمه. كان اسمه رياض شاهين. رياض شاهين؟ ايه الصدفة دي؟ دي اشارة من عند ربنا انك فقدتي والدك وتعرفتي على رياض شاهين تاني هيكون زي والدك. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Slovenia. Happy birthday to you. Sana hilwa ya jamil. Sana hilwa ya jamil. Sana hilwa ya Slovenia. محسن. نعم استاذ. اسمع. نعم. الست اللي جوه. اه. روح للسواق بتاعها اعمل له كوبايه شاي واساله على العنوان. بس اوعى تخليه يحس ان العنوان ده يهمك. عنوان مين يا استاذ؟ عنوانه هو؟ لا طبعا. عنوان الست اللي جوه بسرعه. حاضر. حبيبي ليش وهي قبل الضو؟ صباح ام عمر. خي رايقه معك اليوم. وعي بكير عندي عمليه لشيرين. في شي خطر؟ لا لا ما في شي خطر بالعكس، عمليه رح تحسن لها مشيتها. قولي لي صحيح بابا طلع على طرطوس مثل ما خبرتني غاده؟ مزبوط راح على طرطوس. مات ابن خالته، رح يبقى شوي هونيك. رح يبقى شوي هونيك؟
هلا وقت يبقى شوي هنيك. حدا عنده مرة مثل هالمرة بيبقى شوي هنيك. رح أعمل لك فنجان قهوة. شو اللي شاغل بالك؟ مانا مشغول بالي، بس عم فكر بشغلة بتصير مجتمعنا الزهوري اجمالا، بتعصبني كتير. غير انه بدك تدفع حق البازل، في شي تاني بشغل لك راسك يا ستنا؟ ها؟ ولك اخ منك اخ. شو هي دخلك؟ شو هي ما فهمتهاش؟ عم تقولي لي دخلك شو هي؟ ما فهمتها. ولك البنت اذا ما تجوزي صار عمرها 40 سنة، بيسمح لحاله حيلا رجال ارمل او جوز او طلق وعنده اولاد يتحركش فيها، انه معقول هيدي بتصير؟ لا هالشي كثير بشع. ربي دخلها هيك عم بيصير معك انتك؟ انه رجال وقح فكر حاله لانه كثير حلو وغني مهضوم وقوي وهيك، انه فكر حاله يعني بكل وقحة بيقدر يطلع فيي، واذا اعطيته وجه كان حكي وتلحلح. لا ما بيصير، كثير وقحة هيدي. قلتيلي شب حلو ومهضوم وغني وارمل، عندك رقمه؟ كل هالصفات وزعلانه، انا صفه وحده بتكفيني. شو هي؟ زمان الحلو. وهلا؟ هلا مهضوم. الحياه بالنسبه الي يا دمعه يا ضحك. وهلا فتش وين في شيء ما حنضحك فيه، اضحك اتسلى ليكي. ما تنسي تعطيني رقم. بتعرفي ليه؟ حب اظهر معه، بلكي هيك شوي هيك بغير هيك شوي ردي، طبق على قلبي. شو بعد لي من هالحياة؟ سلامة قلبك، كم مرة قلت لك ما تجيبي سيرة الموت على لسانك؟ عن جد خايفة إنه أنا أموت. شو بدك تصرفي مني؟ إذا بتموتي بقتلك. وعزيزة تجيبيني البازر ها؟ ما بدي اياها لا سما زرقاء ولا مرج، بدي اياها اولاد. هتوحشني يا حبيبي. وانت كمان هتوحشيني يا وين. خلي بالك من نفسك، انت لسه عيان. فين عيان ده؟ نزل حصانه. طب يلا بينا عشان نتاخر. ماشي. خلي بالك من نفسك. هكلمك قبل ما اوصل. توصل بالسلامة. شو مش حاضرين المدرسة؟ رشا مريضة وتعبانة، ما فينا نروح على المدرسة. من غير شو بها؟ انتوا ليه بعدكم بالبيجامات؟ رشا شو بكي؟ قالوا لي البنات إلك مريضة. نمت كل الليل يا أم عبدو. شو اللي عم يوجعك؟ بطني. هون كله عم يوجعني. طيب يا بنتي ليه ما دقيتيني؟ ليه ما وعيتيني؟ رح تلفن للدكتور. لا 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 خلص خلص هلا اكيد بتحسن، ما تعذبي. شو ما عذبه يا بنتي؟ انت حبلي وهذا الوجع مش مزبوط. انا عبده اذا ما تحسنت بنحكي. طيب رح اعمل لك ليمون غدا. شو؟ بلشنا ننام الهيئة؟ خايفة نام. ليه؟ سببك انت خوفنا من قصة الأسرار اللي ممكن الواحد يحكيها قبل ما يوعى. بعدك متذكرة يا ملعونة؟ الهيئة عندك أسرار ومش مخبرتيني عليها، ليه؟ في خبرك يا ولو؟ مش أنا على أساس صديقك الوحيد؟ ولا بهي كمان عم تكذبي؟ في خبرك. في خبرك أنني. وفي.
احنا رايحين المطار، عايزه حاجه حبيبتي؟ لا الله معاك. طيب يا حبيبتي. بونجور. بونجور. دخلي قلتي لي اتنينتهم غابوا ولا واحدة منهم بس؟ لا اتنينتهم غايبين. اف كثير غريب. رح اتصل شوف شو القصة. اوكي. قولي حاجة. أنا مش عارفة أبتدي منين ولا أقولك إيه، بس أرجوكي عايزك تتأكدي إن أي حاجة هتقوليها لي هتبقى مهمة جدا بالنسبة لي. عليا ماتت، منيحة هاي؟ مهمة بالنسبة لإلك؟ عليا؟ لا ما تكون زعلت. ليك حق تكرهيني، أكيد عليا قالت لك كلام بشع عني. زعانك يا عليا؟ الله يرحمك يا ماما. أقولك ليش ربنا بياخد الناس يلي مثل عليا وبيترك الناس يلي مثل عليا؟ كبرتنا على قصة إنه البابا ميت، بابا يلي كان يحبنا كتير ميت. كبرتنا وفسرت لنا انه بينا كان يموت فينا، كان يحبنا كتير. ده حقيقي، انا فعلا كنت بموت فيكم. بلا كذب، اللي بحب ما بيقدر يترك اللي بحبهم، ما هيك يا استاذ رياض؟ اللي بحب ولاده ما بيقدر يترك ويبرم ظهره ويمشي بدون ما يسأل، ما يسأل هالولاد كيف عم بعيشوا، كيف عم بيتعلموا، كيف عم بياكلوا. هالمعطرة اللي اسمها عليا شو عم تعمل لحتى تعيش وتكبرن؟ لما اكتشفت انك بعدك عايش نزلت على لبنان وواجهت امي واختي بالحقيقة. عتبتها، قلت لها حكي كثير قاسي، حكي قتلها، خلى قلبها ما يتحمل. ماتت. رشا بدها تضلها مقتنعة انك ميت وما بدها منك شيء. بس انا كان بدي اشوفك، كان بدي اياك تعرف اني عارفة انك انت عايش وتركنا، كان بدي فرجيك العذاب اللي عشنا فيه. المرة يا استاذ اللي عم تتهمها بأبشع الاتهامات كانت عاملة منك بطل. بطل قدام ولادها. كانت تقلنا انه بيكن لو بعده عايش كان احسن بي بالعالم. لاخر لحظة كانت لما بتجيب سيرتك او بتتذكرك بدمع عيونها وبتبكي. انا كان عندي اسبابي، مراتي وابني. استاذ رياض، خلينا نفوت بالموضوع مباشرة، ويا ريت منترك على جنب أسبابك وواجباتك. بدي اياك تعترف فيي قدام الناس كلها، وقدام مرتك وابنك وبنتك وأحفادك. أنا
أنا لازم أقعد معاكي في الأول علشان نتناقش في الموضوع ده. أنا محتاج لوقت عشان أفكر. وقت؟ بعد بدك وقت؟ ما أنت أخذت الوقت كله يا أستاذ. ما تقوليليش أستاذ. قوليلي يا بابا. بقول لك بابا لأول مرة قدام مرتك وولادك وأحفادك. صار لك 25 سنة مستحفين ومخبين عن العالم. خلص أخذت كل الوقت. بعد عندك دقيقة واحدة تاخد فيها قرارك. بطلع أنا وياك من هون مباشرة لعند عائلتك وبتعترف فيي قدامهم، يا أما بتطلع من بيتي وبتنسى هالعنوان. مقدرش مقدرش، أنا محتاج لوقت. معك دقيقة واحدة، ما بقى لك غيرها. روبي مقدرش. فإذا تفضل تفضل من غير ما تروض. تفضل من غير ما تروض. قبل ما امشي من هنا انا عايز اعرف انت ناوية تعملي ايه بالظبط. رح خبر عيلتك الحقيقة، رح خبرهم كل شيء. روبي حبيبتي اوعى تلمسني. فين بتفرجيك؟ وحياتك يا دكتورة، ما بعرف شو بها. أنا بعرف كل القصة، مش هيك خايفة. هي ما بدها ياني اتصل بحدا. أنا تلفنت للدكتور عمر من ورا ظهرها ما رد. أوكي مامتو، أنا رح أجي لعندها اليوم مع الحكيم. يلا باي. شو خلصتي اليوم؟ حبيبتي أنا أصلا اليوم ما عندي دوام، جاي من تلقاء نفسي. يا كتف النفس أنت. عطيات. في ايه؟ نعم يا استاذ. نفس فين؟ فوق يا استاذ. ولا تنزل دلوقتي حالا. حاضر. في ايه يا رياض؟ في ايه؟ تأخروا. لا ما تأخروا، بعدهم ضمن الوقت المحدد. في ايه؟ مش عارفة، اسأليه. في ايه يا بابا؟ اقعدي يا مرفت يا حبيبتي اقعدي. في ايه يا بابا؟ خضتني. أنا
انا مش عارفه ابتدي الحكايه منين، مش عارفه اقول ايه. في ايه يا رياض؟ هو وليد ابني جراله حاجه؟ يا ماما ايه اللي دخل وليد دلوقتي؟ يا بنت انا قلبي هيوقف، ما تقول يا رياض، ما تطمني في ايه؟ طمني يا صفيه، طمني يا حبيبتي، وليد كويس والاولاد كلهم كويسين. امال في ايه؟ دي حكايه قديمه. قديمه قوي. كنت فاكر انها خلاص خلصت واندفنت. هي ايه اللي خلصت دي؟ احنا مش فاهمين حاجه. انا لازم احكي لكم الحكايه كلها. لازم احكي لكم قبل ما تسمعوا منها هي. وهقول لكم الحكايه بمنتهى الامانه ومنتهى الصدق. انا من 25 سنه لما كنت في لبنان قابلت واحده هناك تشتغل طباخه في ريستوران، انبهرت بيها جدا وحبيتها واتجوزتها. طبعا انا خبيت موضوع الجوازه دي عن كل الناس، عن صفيه وعن الاولاد، سواء هنا او في لبنان. كانش حد يعرف بسر الجوازة دي غير أنا وعالية وبس. لما حصلت المصيبة هنا قلت لها لا يمكن، لا يمكن أفضح السر دلوقتي ومراتي حزينة وعيانة، وسبت كل حاجة هناك وجيت كاري على هنا. ومن يوميها ما شفتش أي حد من العيلة دي لغاية الوقت. علي قالت للبنات إن أبوهم مات. البنات كبرت وهي عارفة إن أبوهم ميت مش عايش. ولما بنتي الصغيرة جيت علشان تدور على أهل أبوها فوجئت إن أبوها لسه عايش وإنه كان سايبهم طول الوقت للبؤس والفقر. طبعا الحقد ملأ بالبنت دي، ملأ قلبها وملأ عقلها، وده طبيعي على فكره، ده طبيعي. وصممت انها تنتقم من ابوها. البنت دي هي روبي. الحكايه كلها كانت غلطه، غلطه ما كنتش فاكر ابدا انها هتتقلب فوق دماغي ومخكم. ما كنتش فاكر ابدا انها هتوصل لغايه هنا في بيتي عشان تجرحكم كلكم. انا عشت سنين طويله قوي قوي في رعب وخوف وقلق ان الخبر ده يوصل لغايه هنا عشان ما كنتش عايز اجرحكم. بس أنا لما كنت بقول إن أنا في يوم أنت ما بتفكرش إلا في نفسك. أنت ما بتفكرش إلا في راحتك وراحة بالك. أنت إزاي قدرت تعمل كده يا بابا؟ عشان ما كنتش عايزة أذيكم يا بنتي. أنا ما بتكلمش علينا إحنا يا بابا. أنا بتكلم عن بناتك وعن الست اللي أنت ما فكرتش تسأل عليها وعن الطفلتين. أنا كنت خايف عليكم. كنت خايف عليكم لأني بحبكم. مش عايز اخسركم. صفية مش عايزة تقولي حاجة؟ ما عنديش حاجة اقولها. صفية انت اللي حبيبتي. الحمد لله على السلامة. وحشتيني قوي. أنا كمان اشتقت لك كتير.
شو في عبدو؟ شو بكي؟ ما بعرف، رشا موجوعة كتير وما عم بتروق. وينو الحكيم؟ ما حكيتيه؟ بلا حكي دكتور مازن، هو رح يحكي حكيم النسائي. وينه؟ رح يجي جوا. هاي رشا. نعم. شو حاسة حبيبتي؟ في دم ولا بس وجع؟ لا بس وجع. ايه عال هيك احسن بكتير. ما بدي اخسر ابني. لا رشا ما رح تخسري، اهم شيء ما تعصبي، ما بيسوالك تعصيب، لازم تروقي حبيبتي. هيدا انت؟ وينه؟ جوا، بس ما بدي اياك الك انت. بالاذن. هاي. ما تخليه يقرب لحدي، مغم بليز. رشا روقي شو صار لك؟ ما تخليه يقرب لحدي. بده يعمل حاله دكتور ويقتل ابني. بده يكذب علي ويقول لي انه ابني مات. شو؟ بدي اعمل حالي حكيم واقتل لك ابنك؟ انت عارفه حالك شو عم تحكي رشا؟ طبعا انا عارفه شو عم بحكي. انا دكتور رشا. دكتور. بخلص الناس ما بقتلهم. انت بتحكم الناس مازن؟ انت اكيد. انت اكيد انك ما بتقتل الناس، لكن اللي ببطني شو؟ مش ناس، ببطني ابنك يا دكتور، ابنك يلي بدك تقتله. مازن حكيتي دكتور؟ واصل الدكتور، دليته على البيت. برافو رشا، أنا فخورة فيك. ماما أنا عارفة إن القصة دي مش سهلة علينا كلنا، بس أنا مش عايزاها تحولك لإنسان ضعيف وحزين. هي مصيبة قديمة، وروبي أنا هعرف أتعامل معاها بالشكل المناسب. لا روبي مش هي السبب، روبي مش مذنبة، دي بنت مسكينة، دي ضحية الراجل السفاح اللي اسمه جوزي، الراجل اللي أنا عشت معاه العمر ده كله، كنت فاكرة إنه جواه قلب حنين، أتاريه جواه صخر، جواه حجر، مرفت، أنا مش قادرة أصدق. مش قادرة أصدق إن هو ممكن يعمل كده. مش يمكن يكون بيكذب علينا؟ مش يمكن يكون بيصرف عليهم بيهتم بيهم وإحنا مش عارفين؟ ماما أنا هعرف الحقيقة. مرفت أنا عايزة أعرف كل حاجة عن الحكاية دي، عايزة أعرف التواريخ والأسباب، عايزة أعرف إمتى رياض عرف البنت دي وامتى اتجوزها؟ عايز اعرف كل حاجه يا مرفت، كل حاجه. عايز اشوف صوره الست اللي اسمها عليا دي،
مرفت، أنا عايزة أعرف كل حاجة، كل حاجة. مش عايزة أموت وأنا حمارة. مش هتموتي يا ماما، مش هتموتي. معك حق مازن، اللي صار معك جوا مش هين ابدا. مش هين انه الواحد شغلته ينقذ الناس يوم اقرب الناس لإله يخافوا منه انه يقتلهم. نغم بليز خلاص. مش هين كمان انه تتهم انه بدك تقتل طفل وانت دكتور بالنهايه. نغم خلاص بليز. مازن ما تلومها لرشا على ردة فعلها، انا كنت عملت نفس الشيء. بنظرها البنت انه انت بدك تقتل طفل يلي جواتها بحيالها تمن، فشي طبيعي اذا انت فحصتها تقوم تفكر انك رح تقلها الحبل مش ثابت مثلا. فهمان انا القصة، انا فهمان على القصة، ليه عم ترجعي تفسري لي نغام؟ حتى تسمعها منيح، عم بقولها على صوت عالي حتى تسمعها بدينك يمكن تستوعبها اكثر. يا عمي انتوا ليه ما عم تقدروا تفهموني؟ انت حكيمة نفسية طويلة عريضة ما عم تقدري تفهميني؟ معقول؟ مازن عم بفهمها كثير منيح. مش مزبوط، عم قلك انا ماني مستعد للارتباط وللجازه، ماني مستعد لحياه طويله مع شخص واحد من هلا، ليه مش عم تقدري تفهميني؟ يا مازن عم بفهمك ومعك حق باللي عم بتقوله، بس كمان رشا معها حق. بهالعلاقه اللي اثمرت هيدا الطفل في اثنين، في انت وفي رشا، وهي كمان عندها وجهه نظر. البنت عايشه بمرحله كثير صعبه، البنت وحيده، فقدت امها يلي هي معلقه فيها كثير، وفقدت اختها يلي باعتقادها انه هي سبب بموت امها. ويمكن بعدين تفقد هالبنتين ينهلي مصدر عيشها، واكثر من هيك بيسلوها. اهم من كل شيء فقدت يلي بتحبه، يلي وثقت فيه وعطيته حالها، طلع بالنهايه ما بحبها وما بده يعيش معها. بيبقى هالطفل اللي جواتها، هالطفل يلي املها الوحيد بالمستقبل، كمان بدك اياها تفقده؟ والحل شو برايك انت؟ الحل مش عندي مأزن، الحل لقيته رشا. تتجوزوا على ورق وتحط الولد باسمك، وبعد الولاده كل واحد بيروح ميله. يعني ما عم تطلب شيء هالبنت لها، عم تطلب للولد ومش قادر تلبي لها هالطلب. هاي مازن. اهلا اهلا حكيم، تاخرت عليكم. ابدا دكتور، تفضل تفضل. رح فوت معه لتقبل انه يتحسن. تفضل دكتور تفضل. تشرب قهوة؟ البيت كان فاضي بليك حبيبي. بجد؟ حياتهم ما بتسوى شي من دونك. أنا هون ما في شي بيعني لي إلا أنت، أنت وبس. روبي وعديني. بشو؟ وعديني أنت مش هتسيبيني أبداً. أنت بتعرف إنه مش رح أبعد عنك أبداً. لا ما أعرفش. وعديني. لو سمحت بوعديني. بوعدك حبيبي. بوعدك اني مش رح اتركك ابدا. بابا أنا عايزة أقابل روبي يا بابا. زي ما أنت عايزة بنتي.
بس انا عايزك تفهمي حاجه واحده بس. انا قلت الحقيقه كامله قدامك وقدام امك عشان امنع البنت دي انها تبتزني. البنت دي بنتك زي ما انا بنتك بالظبط. انا قلت لك وقلت لامك كل الكلام اللي عندي، غير كده ما عنديش اي كلام تاني. اديني عنوانها. القصه كلها تعصيب وبتعصيب، الوجع بمعدتك ومعدتها كتير مكربجه من كتر ما معصبه. بعدين مش لازم هالقد تعصب، ما راح حبله ببدايه الحمل، هذا التعصيب كله بضيقها. بعدين سالتها قالت لي انه ما في طبيب معين عم بعينها، وهذا كمان وضع خطير، ما هيك دكتور؟ طبعا طبعا، خلص راح تصير تروح لعندك من هلا ورايح. هلا بفهم منك ما راح توصف لدواء هلا يعني؟ ما بقدر اوصف لدواء قبل ما اعمل لها صور وفحوصات. انا اعطيتها رقمي وعنواني وراح تيجي لعندي على الكلينيك. اوكي، قديه بتريد دكتور؟ خلص مشي الحال، الله معك دكتور، انا ورشا بنبقى نزورك. اوكي بالله. شو؟ صدقته وما خافت منه؟ اكيد بدها تصدقه، قال لها انه الطفل منيح. بقدر اشوفه؟ بدي تكوني معنا. اوكي. الباشمهندس تامر موجود؟ لحظة من فضلك، هقول له إن حضرتك وصلت، اتفضل. شكرا. تامر بيه، الأستاذ فاروق تحت مستني حضرتك. فاروق؟ أيوة حبيبتي، وأنا كلمته قلت له إن أنا وصلت القاهرة. طيب حبيبي، بدك يفوت لهون؟ مش عارف. خليك انت مرتاح، انا بقول له يفوت لهم. اهلا فاروق. كنت فين؟ شو يعني كنت فين؟ ما فهمت. لا فاهمه كويس قوي. انا بحاول اتصل بيكي ليل نهار وانت قافله موبايلك، ليه؟ وانت عارفه كويس قوي انا بحاول اتصل بيكي. انا حره. بقفل موبايلي ساعة اللي أنا بدي. لا أنت مش حرة، مش حرة إطلاقا. فاروق قلت لك أنا حرة، ما بعرف ليه عم تعاتبني على أشياء ما إلك تعاتبني عليها. لا أنت مش حرة، أنا بحاول أتصل بيك الليل نهار وأنت عارفة كده كويس، قفل موبايلك ليه؟ ليه؟ ما كنت عارفة إنك عم تتصل فيي. أنت بتحاولي تلعبي بيا يا روبي؟ شو صاير لك فاروق؟ نحن حكينا بهيدا الموضوع من قبل، والموضوع خلص. بترفضيني ليه؟ معايا حتحصلي على كل اللي أنت عايزاه، كل اللي أنت عايزاه. ما بدي شيء منك. خلص بيس خلص. اسمعيني كويس يا روبي. اتركني. أرجوكي فكري كويس، حرام عليكي، فكري كويس يا روبي. أنت بتعمل إيه؟ تامر؟ إيه اللي بيحصل؟ أنت بتقول لمراتي إيه وعايز منها إيه؟